السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المطوع من فيديو جيم ستيشنز. بيجي اسوي جاب لكم فيديو عن خبر راح يسعد عشاق الايفون. طبعا اللي صار انه في مصادر اخبرت موقع All Things دي ان ابل او شركة ابل راح تعلن عن الايفون الجديد بتاريخ 10 سبتمبر من هذا العام. راح يسوون مؤتمر، هاي المؤتمر راح يكون خاص بس بهالجهاز الجديد. طبعا الجهاز اللي يشاع عنه انه راح يكون ارخص من الايفون 5، وكذلك في نفس الحفل راح يعلنون عن شيء اسمه اي واتش. طبعا هاي الاشياء اللي موجوده لحد الان لك شركه ابل ما اكدت 100% اذا هالشيء راح يصير ولا، بس اللي عنده ايفون وحاب انه يشتري راح يريد اقول له انتظر ل 10 سبتمبر. فاين كان خبر شاور، لا تنسون لايك سبسكرايب، تشوف صفحتنا الفيسبوك وتويتر. كان معكم محمد المطوع، حبايب قلبي، مع السلامه.